تبدأ الفنانة إلهام شاهين التحضيرات الخاصة لفيلم هز وسط البلد مع المخرج محمد أبو سيف الذي تقوم بإنتاجه أيضاً، وتشاركها البطولة نيلي كريم وزينة ومحمود حميدة ومجموعة كبيرة من النجوم. من المقرر أن تشارك إلهام بالفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية. ومن ناحية أخرى تبحث إلهام عن سيناريو تخوض به سباق رمضان الدرامي بعد تخليها عن فكرة تقديم مسلسل اضطراب عاطفي بسبب وجود خلافات بينها وبين مؤلف العمل وليد يوسف واعتذار المخرجة إناس الدغيدي التي كانت مرشحة لإخراجه. هي طيبة، ربنا يسعدك على مالك كده معايا زيد وخليك حنين معاها. يعني الواحدة مننا الحنية ممكن تعوضها عن كل حاجة، مش محتاج حاجة يا زيد. خيرك سابق يا فوزية. احشي لك البطة ايه؟ فريك ولا رز؟ ولا اعمل لك الخلطة بتاعتي؟ دي عايزة سؤال برضه. يبقى بطل تحط الريحة دي يا سيد، ريحتها جامدة قوي بتفوق زي النشادر. يبقى حط ريحة الياسمين. وده ينفع؟ دي حريمة يا ولية. حريمة ايه؟ والنبي حلو.